فراح نكمل الان في الستابيليتي. تتذكروا حكينا في اربع طرق، اربع طرق حتى افحص الستابيليتي. اول واحده واسهل واحده قبل اسهل شيء، اسهل شيء الفاكتورينج. باخذ الكاركترستيك ايكويشن بعملها فاكتورينج وبطلع الجذور تبعتها. بطلع جذور تبعتها، لا بحتاج جوري ولا بحتاج راوث ولا بحتاج اي شيء. بطلع الروتس بطلع قيم زد، وبعدين ايش الفحص اللي بعمله؟ اذا زد الابسولوت فاليو تبع زد او الطول تبع زد بده يكون اقل من واحد بكون السيستم ستيبل. اذا كان بيساوي واحد بكون على اليونت سيركل، معناها بكون مارجن للستيبل. اذا اكثر من واحد بكون برا اليونت سيركل. الطريقه الثانيه عملنا باي لينير ترانسفورميشن على الدبليو بلين، شيء سميناه الدبليو بلين، وبعدين طبقنا الروث كرايتيريا. الطريقه الثالثه هي جوريز ستابيليتي تيست. جوريز ستابيليتي تيست بتشبه الى حد ما الراوث، وبطبقها مباشره على الزد. لكن المشكله فيها انه لما يزيد الاوردر تبع السيستم بتصير معقد جدا، بتبطل سهل. فاحنا مش راح نطبقها، انا مش راح ادخل فيها غير بالسكند اوردر والثيرد اوردر بس. هلا هي في طريقه عامه موجوده بالكتاب اذا بدكم ترجعوا لها، بس انا شفت ما في حاجه ندخل بهي التفاصيل، بنركز بس على السكند اوردر والثيرد اوردر. هلا قبل ما ندخل بالجوريز تيست خلينا مره ثانيه نراجع شوي. اذا عندي كلوز لوب سيستم في جي اوف زد، طبعا هاي جي اوف زد خلصنا منها تحولت للزد فانكشن. شو كان اصلها تتوقعوا كانت اصلا هي؟ ستار. شو كانت اصل قبل ستار؟ شو كانت؟ جي اوف اس. تمام، جي بي اوف اس. كانت جي بي اوف اس لبلانت، وايش قبلها؟ اتش. لا، زيرو اوردر هولد. هاي قبل ما تصير جي اوف زد كانت زيرو اوردر هولد، وبعدها لبلانت، وبينهم خط مستقيم فيش سامبلين بينهم. حولناها لجي اوف زد. بعدين لما نسكر اللوب شو بصير الترانسفير فانكشن تبعت السيستم كله ككل؟ بتصير جي اوف زد على واحد زائد جي اوف زد. ولذلك بتجد احيانا كثير احيانا بنقول الكاركترستيك ايكويشن هي واحد زائد جي اوف زد. من وين اجت واحد زائد جي اوف زد؟ الواحد زائد لما سكرنا الهاي، لانه في عندي يونت فيدباك. لكن المهم انك تنتبه لما تشوف السؤال بدك تفهم ايش السؤال. يعني انا لو اعطيتك سيستم مختلف، سؤال مختلف تمام، جيت اعطيتك جي اوف زد لحالها هيك، بقول لك افحص الاستابيليتي تبعت هاي السيستم، شو اللي بتفحصه الان؟ هذا السؤال يختلف عن هذا السؤال. هذا اوبن لوب، خلص بفحصه زي ما هو، ما بسكره. افحص الاستابيليتي تبعت هذا السيستم زي ما هو، هيك شو بتعمل؟ تاخذ النومينيتر تبع هاي الترانسفير فانكشن بتفحصها. اعطيتك هذا من هون زي هيك مسكر، وقلت لك افحص الاستابيليتي تبعت كل السيستم هذا. اذا بدك تاخذ جي اوف زد على واحد زائد جي اوف زد، شو بصير الكاركترستيك ايكويشن؟ واحد زائد جي اوف زد. لو كان عندي كي هون قبل هاي الديجيتال كنترول كانت كي، شو بصير عندي؟ بصير عندي كي جي اوف زد على واحد زائد كي جي اوف زد. ماشي واضح؟ بدك تفهم السؤال ايش السيستم اللي عم نفحصه؟ هذا السيستم ممكن يكون بالاوبن لوب انستيبل، ممكن يكون عندي سيستم باوبن لوب انستيبل، ممكن هو اصلا انستيبل السيستم. هون سكرنا، ممكن اجيب لك سؤال اقول لك هذا سكر اللوب عليه واحسبوا انه ستيبل ولا مش ستيبل، شو بصفي هذا بيتحول لايش؟ بيتحول لها. بدك تفهم السؤال، بدك تقرا السؤال. اذا على فرض حولنا هاي الاشياء واخذنا جي اوف زد على واحد زائد جي اوف زد، هلا واحد جائز جي اوف زد شو راح يكون فيها؟ راح يكون فيها نيومريتر ودينومريتر. خليني قبل ما اجي على هذا خليني امحي هاي بس حتى نفهم هذه مضبوط. جي اوف زد راح افترض انه هو بولينوميال نيومريتر وبولينوميال دينومينيتر، مش ممكن يكون زي هيك؟ صح؟ مش رح يكون هو نيومريتر ودينومينيتر فيه؟ النيومريتر احنا عادة بيكون واحد بس مش شرط دائما يكون واحد، اللي هو الزيروز تبع جي اوف زد الاصلية وهي البول. طب واحد زائد جي اوف زد ايش رح يصير اذا؟ لما بجمع واحد زائد هاي شو بتصير عندي؟ بتصير عندي دي اوف زد زائد ان اوف زد مش هيك؟ على دي اوف زد مظبوط؟ وهي تساوي صفر للكاركترستيك ايكويشن مظبوط. اضرب البسط المقام، اضرب اليمين والشمال في دي اوف زد، دي اوف زد شو بضل عندي فوق؟ دي اوف زد زائد ان اوف زد بيساوي زيرو. هاي بعد ما نعمل كل الاشياء هاي شو بوصل؟ بوصل لبولينوميال. البولينوميال هذا بساوي بزيرو بتكون هاي الكاركترستيك ايكويشن. خليني افترض انه عندي الان a 2 اوف زد سكوير زائد a 1 اوف زد زائد a 0 بيساوي زيرو. ليش ساويته بزيرو مره ثانيه؟ اذا اطلع الروتس تمام ممتاز. اذا انا عمالي بطلع الروتس تبعت الكاركترستيك بولينوميال او الكاركترستيك ايكويشن، هي هذا طلع معي بعد ما خلصت كل الاشياء هذه منهم. اذا النيومريتر كان واحد بتصفي هذه واحد زائد دي اوف زد،
بس مش شرط النيوميريتور يكون واحد، ماشي؟ اللي فوق هذا مش شرط يكون دائما واحد، بدك تنتبه اذا ما كانش واحد صفت هاي ان اوف زد زائد دي اوف زد بتساوي زيرو، هذا بولينوميال اوف. اذا نطلع هاي الفحص جوريس تيست شو بقول؟ حتى تكون هذه حتى ابسطها، انا اخذت بس السكند اوردر والفيرست اوردر، راح افترض انه هاي بتساوي اف اوف زد. في ثلاث شروط عشان يتحقق عندي ستابيليتي في الجوريس ستابيليتي تيست للسكند اوردر سيستم. الشرط الاول اف اوف 1 اكبر من زيرو. ايش يعني اف اوف 1 اكبر من زيرو؟ بعوض محل مين واحد؟ زد. اذا وين ما في زد هون بعوض واحد بطلع النتيجه، اذا النتيجه بوزيتيف هي اول شرط تتحقق. هلا الاثبات ما بدنا ندخل اثبات، بابه طويل جدا ومعقد والسيستم كله بصير معقد كثير، انا راح اركز بس على السكند اوردر سيستم ثلاث شروط. الشرط الثاني اف اوف ماينس 1 كمان اكبر من زيرو. طبعا هون بدنا نتبع على شيء، ايش لازم يكون اشاره اي 2؟ دائما بوزيتيف. طب اذا ما كانتش اي 2 بوزيتيف شو بتعمل؟ نضرب البص، نضرب اليمين بماينس 1 والشمال بماينس 1، طبعا هذا ما راح يتاثر. فاذا كان هذا مثلا نفترض اف اوف زد كانت مثلا خلينا نفترض بتساوي ماينس زد سكوير زائد 2 زد ماينس 3 بتساوي 0. اي 2 هون مش بوزيتيف، شو بعمل؟ بضرب الكل في ماينس، فهذا نفسه هو زد سكوير ماينس 2 زد بلس 3 بيساوي 0، طلع معي نفس النتيجة؟ بس لازم اي 2 دائما يكون بوزيتيف، إذا ما كان بوزيتيف تضرب كل شيء في ماينس. إذا هي أول شرط. هي ثاني شرط. الشرط الثالث إنه اي نوت تكون أقل من اي 2، إيش معنى هاي الإشارة؟ الأبسولوت فاليو، إيش يعني شو بغير بأي نوت؟ بس اذا كانها موجب سالب بتصير موجب، اذا موجب بتضل موجب بشكل ابسولوت فاليو. هذول هم الثلاث شروط اذا تحققوا معناها السيستم ستيبل بدون ما احلل الجذور. رح تقول لي ما انا سهل احلل الجذور السكند اوردر، مش هيك؟ انا عارف مش هيك الكل، مش هذا سهلكم تطلع جذوره اصلا بدون ما تدخل في الجوريس تيست؟ مضبوط؟ كيف بحلله؟ انا مميز مش هيك؟ زد واحد زد اثنين او زد بول شو بيساوي؟ ماينس اي 1 بلس ماينس سكوير روت بي سكوير اي 1 سكوير ماينس 4 اي 2 اي نوت، مش هيك؟ على 2 اي 2 ماشي، الكل واضح فاهم هاي؟ طب ليش انت عم نعمل هيك الجوريز؟ بس حتى نفهم الفكره تبعتها، اللي هي طبعا لا تطبق على سكند اوردر سيستم لانه سهل اني اطبق، طبقها على ثيرد فورث اوردر سيستم وين؟ ان شاء الله صعب اني احلل، اي مكان سهل احلل شو بطبق؟ بعمل الفاكتورايزنج، مضبوط؟ طيب اذا ناخذ مثال، ناخذ مثال رقمي موجود في الكتاب رقمه 8.3. رح نطبق السكند اوردر ابلكيشن هون على هذا المثال، عندي جي اوف زد حطيته في ابلكيشن زي هيك. اذا شو لازم اعمل الان؟ هلا هو مش معطيني، معطيني جي اوف زد، معطيني جي اوف زد جاهز. فمعطيني جي اوف زد بيساوي التالي. بوينت 2 زد زائد بوينت 5 على زد سكوير ماينس 1.2 زد بلس بوينت 2. واضح؟ اذا هذه جي اوف زد، بس هذه وين ايش الرسمه اللي معها؟ هاي الرسمه، ايش لازم اعمل؟ ايش باخذ؟ ايش بحولها؟ سكر الروس. طب والزيرو اوردر هول ما بضيفه؟ ليش؟ هو موجود الرسمه خلص، هذا اوتوماتيكيا ما دام هذا عندي جي اوف زد جاهز معناها الزيرو اوردر هول مشمول في داخله، ماشي واضح؟ مش بضيف زيرو اوردر هول اضافي. ايمتى بكون عندي زيرو اوردر هول؟ اذا كانت هاي جي بي اوف اس البلان تبعت اس اعطيتك ترانسفير فانكشن بدك تحط، بدك تحط قبلها زيرو اوردر هولد، ايش الترانزفير فانكشن تبعت الزيرو اوردر هولد؟ 1 ماينس اي تو ذا ماينس اس تي على على اس. اذا هون ما في عندي زيرو اوردر هولد، خلص مباشره باخذ الكلوز لوب ترانزفير فانكشن شو بدها تساوي الان؟ يعني اذا بدك تسميها كلوز لوب، بلاش تستعمل اف عشان ما تتظبطش مع اف اللي هناك، بتسميها جي كلوز، بدها تساوي جي اوف زد على 1 زائد جي اوف زد. عشان ما اغلب حالي واحسبها ليش اللي بيهمني مباشره؟ النيوميريتور مش هيك؟ 1 زائد جي اوف زد، مش بقدر اخذ 1 زائد جي اوف زد بتساوي 1، هاي بتكون كاركترستيك ايكويشن، اذا 1 زائد
جي اوف زد تساوي زيرو. بدي احلل هاي اللي هي موجوده هون اللي هي 1 زائد 0.2 زد بلس 0.5 على زد سكوير ماينس 1.2 زد بلس 0.2. بدي اخذ عامل مشترك اللي تحت زد سكوير ماينس 1.2 زد بلس 0.2. شو بصير عندي فوق محل الواحد؟ زد سكوير بصير هذا نفسه مش هيك مضبوط اللي هو ان اوف زد كنا مسمينه دي اوف زد عفوا دينومينيتور دينومينيتور بيجي عندي هون فبصير زد سكوير ماينس 1.2 زد بلس 0.2 وانا اصلا عندي هون 0.2 زد بلس 0.5 زد سكوير بتضلها زد سكوير ماينس 1.2 زد وعندي هون 0.2 زد شو بصير؟ ماينس زد مضبوط وبعدين عندي بلس 0.2 بلس 0.5 شو بصير؟ 0.6 تحت شو بضل عندي؟ هلا هاي بتساوي زيرو معناها الجذور مين الجذور اللي بدي اياها؟ امتى هذا البولينوميال امتى هذا الترم بيساوي زيرو؟ لما النيوميريتر بيساوي زيرو مش لما الدينومينيتر بيساوي زيرو زميلي بدي احدد جذوره الان لفوق حتى هذا يساوي زيرو بيكون هذا زيرو مضبوط؟ اذا زد سكوير صارت عندي الكاركترستيك ايكويشن الان اف اوف زد بتساوي زد سكوير ماينس زد بلس 0.7 اذا A2 شو بتساوي؟ 1 A1 شو بتساوي؟ ماينس 1 و A0 شو بتساوي؟ 0.7 هل A2 بوزيتيف؟ احد الشروط قبل ما نبدا لازم A2 تكون بوزيتيف؟ بوزيتيف اذا شو بعمل الان يا صلافطة؟ ايش الخطوة اللي بعدها؟ F of 1 ناخذ F of 1 نخليها F of 1 إذا محل بصير عندي 1 ناقص 1 زائد 0.7 هل 0.7 أكبر من أظن هي الشرط الأول اتحقق F of minus 1 شو بيساوي؟ 1 ماينس 1 تربيع مش هيك؟ بصير 1 ناقص ناقص 1 بتصير زائد 1 2 بتصير 2.7 كمان اكبر من زيرو، ايش الشرط الثالث؟ A نوت انه A نوت، A نوت ايش قيمتها؟ هي اصلا 0.7 0.7 اقل من 1 اذا تحقق الشرط الثالث، اذا السيستم ستيبل وما له بولز على اليونت سيركل جوا اليونت سيركل البولز تبعته